بسم الله الرحمن الرحيم نكمل المحاضرة. هسه موضوعنا هنا هو الباينري فيريبلز اند كونجنكتيف نورمال فورم. نعرف احنا الباينري فيريبلز هنا عبارة عن الصفر واحد، الفيريبل امثله لو بصفر لو واحد. هذني عادة نستخدمهن لبناء شروط المنطقية، بناء نموذج لشروط منطقية. مثلا من كان عندنا بالفاسيليتي لوكيشن موديل كان عندنا شرط مثل شنو؟ في الفاسيليتي ما قدرنا نبنيها بالسايت جاي بالموقع جاي، فأكيد إحنا ما راح يكون عندنا نقدر نخدم الطلب مالت الكاستمر اي. فكتبناه بوقتها بهالشكل واي سب اي جي أقل يساوي من اكس جي. هاي الفاسيليتي، هاي إذا ما موجودة الفاسيليتي، خلينا نقول المستشفى، هاي إذا ما موجودة شلون إحنا نخدم المريض؟ فهذا خدمة المريض تكون بخدمة بوجود العفو المستشفى. هذا الشرط هو if then. بالسيت governing model قلنا at least there is one set containing number one، على الأقل أكو مجموعة واحدة اللي هي cover واحد، على الأقل أكو cover يغطي لي أو يحتوي لي العنصر I. لأن بالسيت governing problem العنصر I يقدر يكون مثلا خلينا نسميه عنصر X1 ممكن موجود بكفرين، فهاي من النوع يسموه either or، كتبناه بهالشكل هذا هالشكل سميشن هنا الاي اي جي اكس جي قلنا اكبر او يساوي واحد، لان بامكاني ان يكون عندي اكثر من بمبر بهذا الكفر. هاي هي تعابير هذا الشيء المكتوب هنا، هذا السطر المائل هذا هو تعبير منطقي انا شلون اكتب به. هذا يعلمك، هذا الموضوع يعلمك شلون تبني الموديل، شلون تبني النموذج مالتك من التعابير المنطقيه. عندنا بالبوليان الجبرا نوتيشن، الرموز مالت البوليان الجبرا معروفه، هاي انت ماخذها هاي هذا شو اسمه الفيديو هسه راح يكون ترى بس لهذا الموضوع اللي انت ماخذه بصف الاول بالاسس، انت تحب ترجع له تسوي جوجل عليه. الاور العفو الاور اللي هي انكلوزيف اور، والرمز مالته على شكل سبعه مثل شنو؟ اس اكبر من الصفر او الواي يساوي الصفر، لو هاي لو هاي. كونجنكتيف اند اللي نعرف احنا هذا الرمز مالته ان النيجيشن اللي هو نوت، وهذا الرمز مالته او هذا الى رمزين انا مستخدمه هنا هذا الرمز. الامبليكيشن اللي هو اف ذن، هذا السهم مالته اذا كان عندي اكس اكبر من الصفر ذن الواي يساوي الصفر، فينكتب بهالشكل تنكتب المعادلتين خلينا نقول زين وبيناتهم هذا السهم، هذا يؤدي الى هذا. اكيوفالنس اللي هو اف اند اونلي اف، وهذا الرمز مالته. هذني كلهن كونكتيفز عاده نستخدمهن على مود نربط البروبوزيشنز، لاني ذني كل واحده من عندنا اسميها بروبوزيشن اللي هو شنو؟ هاي البي هي مثلا اكس اكبر من الصفر، الكيو هي الواي يساوي الصفر، الار هي زد اقل او يساوي واحد، ذني نسميها بروبوزيشنز. بالاصل هن شنو؟ هن عباره عن تعبير منطقي مثل اللي قبل شويه شفناه بالخط المائل، هياته هنا هسه راح اعطيك رمز عليه، وعبر عنهن بهالطريقه بشكل رموز بشكل متغيرات، عم نكتب نموذج. مثلا خلينا نفرض البي هو عباره عن I eat a whole cheesecake، اني اكلت قطعه كيك كامله. الكيو هنا معناها I will be full، راح اكون ممتلئ. هاي البي والكيو، خلينا نجي عليه نشوف. If I eat a whole cheesecake, then I will be full. هذا شو ينطيني؟ ينطيني B يؤدي إلى Q. I don't eat a whole cheesecake. هذا شنو؟ negative مالت B. لاحظ إنه هنا هاي B يؤدي إلى Q، ما أقدر ترى أكتبها negative B يؤدي إلى negative Q. ما يصير، هاي غلط. نجي هسه نكمل الأشياء المنطقية اللي عندنا. هاي المعادلات اللي راح تشوف هاي الاشياء راح فيها هاي مهمه، كتابه شو اسمه راح يعتمد هواي عليها. افرض عندي حادثتين اي 1 واي 2، المتغير اكس سب اي ياخذ لي واحد اذا الحادثه اي سب اي حدثت، وبتاخذ صفر اذا ما صارت. اجي افرض اني عندي حادثتين يربط بيناتهم اور، فالمتغير شو اقول؟ هذا اي 1 معناها اكس 1، اي 2 معناها اكس 2، اجمعهن مدام بيناتهم اور اجمعهن واقول اكبر يساوي واحد.
احتمال واحدة من عندنا صفر والثانية واحد، لأنها لو هاي لو هاي، أو اثنين احتمال اثنين هن ياخذن واحد، بس طبعا اثنين ما ياخذن صفر، لازم على الأقل واحدة من عندهن تصير. من أقول أور لو، على الأقل واحدة من عندهن تصير. الآن معناها اثنين هن يصيرن، فاثنين هن ياخذن واحد، حاصل جمعهن اثنين. أو أقدر أعبر عنهم بهالشكل، معناها اثنين يساوي واحد، أو حاصل ضربهن واحد، بس عادة احنا ناخذه بهالشكل، هذا المعادلة. النيجاتيف مالت الاي 1، الاي 1 اذا حادثه صايره او يعني تحدث فهي واحد، نيجاتيفها شنو؟ صفر. او نقدر نعبر عنها نقول واحد ناقص اكس 1 اللي هي صفر تساوي لي واحد. هالمعادله هاي عبر عنها واللي هي هاي راح نستخدمها. 2 اي 2 تؤدي لي الى اي 1، معناها شنو؟ اكس 1 اقل يساوي من اكس 2، واللي تعني هذا الشيء ان 2 هنا يصير واحد او الاكس 1 صفر والاكس 2 لا صفر لا واحد. عوض بالارقام بحاله حاله وشوف شو يصير عندك. عندي اذا وفقط اذا، معناها 2 هن مساويات. هاي الحاله مال اي 1 تؤدي لي الى اي 2، معناها نقدر نعبر عنها بهالشيء، تعادل لي او تكافئ لي انه النيجاتيف مال اي 1 اور الاي 2 اللي بهالشكل راح تنكتب بهالطريقه. هذا راح تكون واحد ناقص اكس 1 زائد اكس 2 اكبر يساوي واحد. هم تقدر تستخدم هاي إذا تريد، هذا واجب عليك. إذا أعتقد أن نزلت الموديل راح نزله، نجلس على التعريف هذا. تعبر لي عنهن عن واحدة واحدة من ذني، تعبر لي عنهن. أجي هنا عندنا الـ proposition logical expression، شلون نعبر عن الـ proposition المنطقي. أجي عندي لو كان عندي ذني مجموعة من الـ propositions وبيناتهن أكو أور، ودخل اور عليها ايش راح يسوي؟ راح يقلبهن كلهن الى اند. بهيك حاله الناتج مالتهن راح يصير q1 اند q2 الى اند qn، نسميها disjunctive normal form. اذا كان عندي مجموعه من البروبوزيشنز وبيناتهن اند ودخل عليهن اند، راح يحولهن الى شنو؟ يقلبهن الى كلهن نور، الاور العفو يصير بيناتهن. فبهيك حاله ايش راح الناتج يسمي؟ conjunctive normal form. والconjunctive normal form هذا ينطيني رفع لمجموعة من الكونسترينت معا. هاي الملاحظة هياتها هذا السطر. اجي هسه البروسيجر مالته كونجنكتيف نورمال فور، شلون راح نشوف شلون يشتغل؟ مثلا هو هذا الخطوة الأولى، إذا Q1 تعطيني Q2 أعبر عنها بهالشكل. أطبق الدي مورغان لو اللي هو شنو؟ النفي يدخل على الأو، والنفي يدخل على العفو على الأند، ويدخل هنا على الأور يقلبهن. من يدخل على هذا، هذا يدخل على النفي الأول يقلب الأند أور، ويدخل على النفي الثاني هذا هم نفس الشيء يدخل عليه ويقلب الأور إلى أند. عندي هسه هذا ورا، والله هذا المفروض أنا ما أشرحه، هذا مال الصف الاول المفروض انتم اخذيه وتعرفوه، بس يلا تذكير. عندي هنا هاي العمليه الكيو 3 يدخل عليهن اثنيناتهن، شوف شلون دخل عليهن. عندي هنا هسه مثال، هنا المثال انا هنا غلطانه، المفروض اكو هنا اور ناسيتها، بس هنا عايده من حالته مذكوره. اريد احل ذني خمس بروبوزيشنز عندك، خمس تعابير منطقية. أنت مثلاً عندك فد مسألة معينة ومن أجيت كتبتها لقيت الخمس تعابير ربطت بهالشكل، فتريد تعبر عنهن بشكل قيد، ما تبقيهن، لازم تعبر عنهن بمتغيرات x1 و2 و3 وx4 وx5. راح نجي على الحل، خليته قدامي. أول ما شنو؟ النيجاتيف دخلته على هذا دخل، بعدين هاي هسه الجانب الثاني هذا القوس يربط بيناتهم، وزعت على هذني توزع. اجي بعدين الخطوه الثالثه، انا لحد الان لا، بس قاعد اطبق الجي مورغان هنا هاي الخطوتين. هنا انا وزعت هذا على الاول اند هذا على الثاني، فالنتيجه طلعت لي هياتها، طلعت القوس الاول هنا بعد ما عندي اي توزيع. من تشوف نفسك بعد ما عندك اي توزيع توقف هنا، هذا التعبير هو كيو 1 وهذا التعبير الثاني كيو 2، هنا صار عندك قيدين هذا هسه تعبيرين، هذا كيو 1 كيو 2، شلون راح اعبر عنهم؟
لأن هي اللي وصلت لهن إنه أنا وصلت الكونجنكتيف نورمال فورم بهالشكل هذا. أجي هسا أعبر عنهن، شوف Q1 طلع لي هذا وQ2 طلع لي هذا. Q1 شلون؟ أجي كل واحدة من الحوادث هاي راح أعبر عنها بمتغير XJ يساوي الواحد إذا حدثت الحادثة هاي. فخمس حوادث معناها خمس متغيرات. الأولاني مو نيجاتيف البي 1 معناها شنو؟ معناها واحد ناقصا X1، ترجع للفوق الشغلات اللي اعطيتك إياها. نيجاتيف بي 2 معناها واحد ناقصا X2، متغير مالته اللي عبرت عنه بالبي 2 هو X2، أجانا كذب صار واحد ناقص X2. هنا أنا X عبرت عنه هذا متغير X4 وهذا متغير X5، كلهن بيناتهن OR، فشوف ينجمع بيناتهم شنو أكبر أو يساوي واحد من هاي أخذته، اعتمدت على هاي. هيا تشوف من عندي حادثتين بيناتهن OR حصلت حاصل جمعهن أكبر أو يساوي واحد، اعتمدت على هالشي. فأنت هنا عندك شنو؟ عندك باعتبار أربعة فهياتهن، هاي الحادثة الأولى، هاي الحادثة الثانية، الثالثة، الرابعة، جمعت بياناتهم إن كل بياناتهم OR أكبر يساوي واحد. الثاني همين عندك هذا شنو؟ واحد ناقص X3، هذا X4، هذا X5، بياناتهم جمع أكبر أو يساوي واحد، كتبت حياتهم. تجي هسة تبسيط لهن، راح أبسطهن. من تجي تبسطهن افتحهن دني صنعهم اثنين وهذا يصير واحد، تطرح وبعدين تحول زين، فيطلع لك هاي المعادلة. هاي نفس الشيء، الواحد يروح ويا الواحد، بعدين هنا تنقلهم للطرف الثاني فيصيرن أقل أو يساوي الصفر حياتهم. فهذا هي القيود الأخيرة اللي طلعت لك من التعابير المنطقية اللي إحنا كنا فارضيها. هذا المثال، عفوا الإكسرسايز، هذا تحلية وهذا الإكسرسايز مهم زين. تأخذ الباينري فيربلز مثل ما سوينا، كل واحدة منها تطبق لي إياها وتطلع لي النتيجة هذا أريده زين. هذا عندي أهم من هذا الفوق. هاي راح أوقف 10 دقيقة صارن وبعدين أكمل لك فيديو ثاني. شكراً.